الدرس رح نحكي عن الكابو أو المشبك بالعربي، في أشخاص يسموه بالإسباني اسمها سهية أو سخية. فهي هالأكسسوار أو هالقطعة على الجيتار يلي بنستخدمها بهالشكل، بنحطها على الجيتار وبنثبتها بطريقة أنه بتصير قاعدة لحالها، وهي الهدف منها انه تعلي طبقة الصوت تبع الجيتار. يعني بيكون فينا نعزف نفس الشكل لنقول للإيد الشمال بالمقطوعة أو بالغنية أو اللي عم نعزفه، والفرق بس انه كل ما نعليها بيصير طبقة الصوت أعلى. فإذا كان مثلا عم نرافق حدا عم بيغني وهو طبقة الصوت عنده بمرحلة أو بحدود معين، بصير فينا نغير المحل اللي بنحط الكابو أو السهية عليه، وبصير فينا نرافق المغني بطريقة أحسن، بصير في تطابق بين الأصوات، الجيتار صوت الجيتار وصوت المغني. هلا السبب التاني ليش بنستعملها هو إنه بتخلي الأوتار يصيروا أقرب على الفريت بورد. فلما يصير الاوتار اقرب على الفريت بورد بيصير صوت الجيتار فلامينكو اكتر، وبيقولوا بيركاسيف اكتر، يعني بيصير الاستخدام التكنيكس مثل راسكيادو مثلا او العزف ككل او السابوا بيصير اكتر صوت اصلي فلامينكو. فمشان هيك بنشوف انه اكتر الجيتارست الفلامينكو بيستعملوا سهية لو على اول بوزيشن. حتى هلا في كذا نوع منها للسهية أو الكابو، في هالنوع اللي هو كتير معروف كمان اللي خفيف وسهل الاستعمال، وإجمالا هذا نوع جديد يعني منه ما كان موجود من كذا سنة وقتها بلش الفلامينكو، أو صار من أيام يعني نينيو ريكاردو أو رامون مونتويا. أيامهم لرامون مونتويا ونينيو ريكاردو كانوا يستعملوا التراديشنال كابو أو سهية اللي هي من خشب عادة بتكون معمولة. هاي واحدة كتير بسيطة، بيصير في منهم مثلا بيكونوا مزخرفين أو مزينين، وطريقة استخدامها بتشبه كتير مثل ما كنا عم نفرجي الكابو اللي هلأ من شوي استعملتها، بس هون عبارة عن في إلها بيج أو هاي القطعة الخشب يلي بتفوت بالخشبة الأساسية، وفي وتر بدنا بيكون موجود يلي هو هون. فمنفوت هاي الخشبة بالجزء الثاني تبعها للكابو، بدنا نبرمها لحتى تنشد وتلقط. أنا صراحة ما بفضل هالنوع لأنه هالجزء منه أوقات بيعيق بالتحرك على الفريت بورد لما يكون في كوردز مثلا بهالمنطقة شكلهم غريب عم نلعبهم. بس في ناس بفضلوها لأنه شكلها حلو يمكن أكتر من يلي فرجيتكن عليها من قبل يلي هي معمولة من حديد مثلا أو شي. فهي مسألة ذوق، وهي يمكن يكون صعب شوي إنه الواحد يلاقي منها بحيالله محل موسيقى. يعني أكتر شي هي بيكون موجود منها بإسبانيا أو إذا حدا بيوصي منها مثلا من غير بلد. وفيها النوع كمان يلي بيبقى هيك مثل الملقط، سهل كتير فينا بإيد واحدة نستعملها نحطها. اوكي، و يعني بيتكل عليها متى ما تقعد خلص ما بقى تنقام، ما بتنزع اللوزان للجيتار كتير او انه بتزيحهم للأوتار بطريقة منها مظبوطة، وفينا نزيحها بكل سهولة يعني نحطها وين ما بدنا، ومنا غالية كمان، و يعني بتشتغل بطريقة منيحة. فيكن تجربوا الأنواع المختلفة ويلي بتقرروا عليه بتستعملوه. أنا شخصيا بفضل استعمل هالنوع لأنه مثل ما قلت لكم هي ما بدها كتير صعوبة، يعني منا صعبة لحتى تنحط وبسرعة بتنحط، وما في مثلا الجزء اللي هون مثل ما فرجيتكم بالتراديشنال سهية اللي معقول
يجي يعيق التحرك مثلا ايد الشمال، فكل شيء بضله نسبيا بيندق. ف انا هذا رأيي الشخصي، شوفوا انتو شو بتفضلوا.